السلام عليكم ورحمة الله. أبنائي وبناتي، تلاميذ وتلميذات الصف الثاني الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم من جديد في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية، ومع الدرس الرابع بعنوان الفراشة والنحلة. وكما تعودت معكم نقرأ الدرس قراءة جهرية بطلاقة، ثم نتناول الدرس بالشرح والتحليل. الفراشة والنحلة. تتنقل الفراشة فوق الزرع وبين الشجر، جناح الفراشة جميل ورقيق، ألوانه كثيرة: أحمر، أصفر، أزرق. وهذه نحلة تطير بين الأزهار. النحلة تمتص الرحيق وتعطي العسل. عسل النحل غذاء وشفاء. لون النحل مثل الذهب. الفراشة جميلة والنحلة مفيدة. تتنقل الفراشة فوق الزرع وبين الشجر، جناح الفراشة جميل ورقيق، ألوانه كثيرة: أحمر، أصفر، أزرق. تتنقل معناها مرادف تتنقل تطير، والمضاد تثبت. الفراشة مفرد ولا جمع؟ الفراشة مفرد، تدل على واحدة. جمع الفراشة الفراشات. فوق الزرع جمع الزرع الزروع، جمع الزرع الزروع. وبين الشجر، الشجر مفرد ولا جمع؟ يدل على كثير، يبقى جمع. مفرد الشجر الشجرة، مفرد الشجر الشجرة. والشجرة لها جمع آخر وهو الأشجار. جناح الفراشة، جناح مفرد، جمع جناح أجنحة. جميل ورقيق، مرادف رقيق، ومعنى رقيق أي ضعيف، والمضاد إيه؟ غليظ. ألوانه كثيرة، مفرد ألوان لون، مفرد ألوان لون. كثيرة مضاد كثيرة إيه؟ يلا نفكر مع بعض. مضاد وعكس كثيرة قليلة. نأتي الآن إلى الأسئلة. يبقى كلامنا النهاردة عن حشرة جميلة جدا تتنقل أي تطير فوق الزرع وبين الشجر لأنها خفيفة في الطيران. أما عن جناحها فهو جميل ورقيق، وألوان هذه الحشرة ألوان كثيرة، منها الأحمر ومنها الأصفر ومنها الأزرق، والجناح أيضا كذلك ألوانه كثيرة. يا ترى إيه هي الحشرة اللي احنا بنتحدث عنها؟ هي الفراشة. السؤال بيقول لنا أين تتنقل الفراشة؟ نعرف منين؟ من الفقرة. نرجع مرة تانية للفقرة، هنلاقي في الفقرة إن الفراشة تتنقل فين؟ فوق الزرع وبين الشجر. تمام. السؤال الثاني: بما يتميز جناح الفراشة؟ يعني جناح الفراشة بيتميز بإيه؟ إيه صفات جناح الفراشة؟ هنجد أنه جميل رقيق، ألوانه كثيرة. جميل ورقيق وألوانه كثيرة. سؤال بيقول لنا ما ألوان جناح الفراشة؟ يا ترى جناح الفراشة ألوانه إيه؟ أحمر، أصفر، أزرق. وهذه نحلة تطير بين الأزهار. النحلة تمتص الرحيق وتعطي العسل. هذه نحلة حشرة أيضا، وهذه الحشرة مفيدة، وهي تطير بين الأزهار لأنها تحب الأزهار، فتأخذ الرحيق
وتعطي لنا العسل الشهي اللذيذ. جمع نحلة، نفكر مع بعض سريعا، نحلة مفرد جمعها نحل، جمعها نحلة. مضاد تطير أي تهبط، مضاد تطير تهبط بين الأزهار، الأزهار جمع مفرد الأزهار الزهرة. النحلة تمتص الرحيق، نفكر مع بعض في كلمة تمتص معناها ومضادها، معناها تأخذ والمضاد تفرز، يبقى تمتص معناها تأخذ وعكسها تفرز. ما معنى الرحيق؟ مرادف الرحيق الرائحة الطيبة، يبقى النحلة بتمتص ايه؟ الرحيق، اي تأخذ الرحيق وتخرج وتعطي لنا العسل. مضاد تعطي تأخذ، مضاد تعطي تأخذ. نأتي الى الأسئلة، اين تطير النحلة؟ يلا نفكر مع بعض، هنلاقي في الفقرة النحلة تطير الى او تطير فين؟ بين الأزهار، تطير النحلة بين الأزهار. ماذا تمتص النحلة؟ موجود عندنا في الفقرة، النحلة تمتص أي تأخذ إيه؟ تمتص النحلة الرحيق، تمتص النحلة الرحيق. ماذا تعطي لنا النحلة؟ تمام، سمعكم بتقولوا تعطي النحلة العسل، تعطي النحلة العسل. عسل النحل غذاء وشفاء، لون النحل مثل الذهب، الفراشة جميلة والنحلة مفيدة. كلامنا دلوقتي عن ايه؟ عن عسل النحل. عسل النحل غذاء، مرادف غذاء اي طعام، والجمع غذاء أغذية. شفاء، ما معنى شفاء؟ مرادف شفاء علاج او دواء، علاج او دواء، والمضاد مرض. طيب احنا عرفنا ان الفراشة لها الوان كثيرة واجنحتها ذات الوان كثيرة، منها الاحمر والاصفر والازرق والوان اخرى. طيب النحلة لونها ايه؟ لون النحل مثل الذهب. طيب مثل، ما معنى مثل؟ شبه. الفراشة جميلة، مرادف الذهب، مرادف الذهب، الذهب هو معدن غالي الثمن. الفراشة جميلة، مضاد جميلة، نفكر مع بعض، مضاد جميلة قبيحة. والنحلة مفيدة، مفيدة معناها ايه؟ مرادف مفيدة اي نافعة، والمضاد والعكس ضارة. نفتكر مع بعض الكلمة دي، كلمة مهمة جدا، مرادف مفيدة نافعة والمضاد ضارة. نأتي للأسئلة، ما فائدة عسل النحل؟ نفكر مع بعض من داخل الفقرة، عسل النحل تمام غذاء وشفاء. ما لون النحل أو ما لون النحلة؟ لون النحل أصفر مثل لون الذهب. لماذا الفراشة جميلة؟ احنا عندنا صفتين، صفة في الفراشة وصفة اخرى في النحل. الفراشة جميلة لكن النحلة مفيدة. الفراشة جميلة ليه؟ لماذا الفراشة جميلة؟ لان الوانها او لان الوانها كثيرة. النحلة مفيدة، لماذا النحلة مفيدة؟ لانها تعطينا العسل. نأتي إلى شبكة المفردات، معنا يا ترى إيه؟ الفراشة. نفكر مع بعض في خمس كلمات أو خمس مفردات لشبكة الفراشات. الفراشة، يلا الفراشة، نفتكر مع بعض أشياء واجهتنا في الدرس زي إيه؟ هنلاقي مثلا إن الفراشة حشرة، تمام. الفراشة ألوان جميلة، الفراشة لها أجنحة يبقى جناح، الفراشة تطير بين الأزهار، وكمان الفراشة نجدها في الحديقة، يبقى حشرة
ألوان جميلة، جناح، الأزهار، حديقة. شبكة مفردات أخرى كلمة النحل، نفكر في خمس مفردات وخمس كلمات لشبكة مفردات النحل. حشرة، يبقى الفراشة حشرة والنحل أيضا حشرة. عسل، النحل يخرج لنا العسل. والخلية، الخلية هي بيت النحل. رحيق، تعاون، من الصفات الجميلة في النحل التعاون. معنا ايه كمان؟ شبكة مفردات عسل النحل. نفكر مع بعض في خمس مفردات وخمس كلمات لعسل النحل. عسل النحل طبعا بيكون فين؟ في النحل. طيب، وهو غذاء، شفاء. وعسل النحل بيكون فين؟ في الشمع وأيضا في الخلية. معانا بقى خريطة الكلمة. يا ترى معانا كلمة ايه؟ تتنقل. كلمة تتنقل، واحنا عارفين ان خريطة الكلمة بنجيب لها اربع كلمات: معنى اي مرادف، مضاد، النوع، الجملة. طيب يلا نفكر مع بعض. تتنقل مرادفها، واحنا قلناها في الشرح، مرادفها ايه؟ تطير، تتنقل تطير. مضادها تهبط، نوعها يا اسم او فعل. طيب مش فيها الف ولام، ولا اخرها تاء مربوطة، ولا اخرها تنوين. طيب نحاول ندخل عليها اي علامة من علامات الاسم. لا تقبل اي علامة من علامات الاسم. وتتنقل تدل على حدث في زمن معين، يبقى تتنقل دي نوعها ايه؟ فعل. الجملة هنجد عندنا الفراشة تتنقل في الحديقة، او اي جملة صحيحة يكون فيها كلمة تتنقل. خريطة كلمة اخرى، كلمة مفيدة. كلمة مفيدة ومن الكلمات المهمة جدا في المنهج. مفيدة، عايزين مرادفها، مضادها، نوعها، الجملة. مفيدة نفتكر مع بعض، نتذكر قلنا ايه في الشرح. مفيدة معناها او مرادفها نافعة، مضادها ضارة، نوعها اخرها تاء مربوطة واخرها تنوين، وينفع ندخل عليها الف ولام. مادام فيها علامة واحدة من علامات الاسم يبقى نوعها ايه؟ اسم. نفكر في الجملة، هنقول النحلة مفيدة، النحلة مفيدة. معانا شكل فين. شكل فين كلمتين، النحلة والفراشة. النحلة والفراشة بينهما تشابه. التشابه هنضعه فين؟ في المكان في الوسط اللي احنا هنا عاملينه بالدائرة الحمراء. طيب والاختلاف، النحلة بتختلف عن الفراشة في اشياء، هنضعها فين؟ في المكان المخصص للنحلة اللي هو هنا بيمثل اللون الاصفر. الفراشة تختلف عن النحلة في اشياء، نضعها فين؟ في المكان المخصص للفراشة وهو اللون الازرق. نفكر مع بعض في اوجه التشابه بين النحلة والفراشة. النحلة والفراشة قلنا عليهم ايه الاتنين في شبكة المفردات؟ قلنا عليهم حشرة. النحلة والفراشة حشرة. ايه كمان؟ ازهار. النحلة تحب الازهار، الفراشة تحب ايضا الازهار. اجنحة، النحلة لها اجنحة، الفراشة لها اجنحة. دي بعض اوجه التشابه بين النحلة والفراشة. تعالوا مع بعض نشوف ايه اللي موجود في النحلة ومش موجود في الفراشة. النحلة هنجد عسل، فراشة لا. النحلة خلية، بيتها خلية. ايه كمان؟ النحلة مفيدة، مفيدة اكثر من الفراشة. طيب نشوف مع بعض الحاجات اللي موجودة في الفراشة مش موجودة في النحلة. نجد ايه؟ رقيقة، النحلة فيها صفات وميزة انها رقيقة ولطيفة جدا. طيب الفراشة ايه كمان؟ الوان كثيرة، الفراشة لها الوان كثيرة. الفراشة جميلة وشكلها اجمل من النحلة، لكن النحلة مفيدة اكثر من الفراشة. والى هنا ناتي الى نهاية درسنا اليوم. اسأل الله تعالى ان تكونوا قد استمتعتم وفهمتم الدرس جيدا، والى ان القاكم
لكم مني أطيب الأمنيات بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.